إخوان السلام عليكم وصباح الخير عليكم. أنا عارف هذا اللايب خارج في هذه الساعة يعني شوية بكري ياك. مهم اللايب خاصة بالإخوان، سمعوني مزيان، راني يعني في العمل، يعني غادي العمل اليوم. اليوم كنشوف شي شوية روتار ماشي أنا، مهم العمل اليوم عندنا نخدمو تنتسعود حيت البارح فاش تيبو خدمنا. مهم خوتي الإخوان ديالي بارتاجيو اللايب الإخوان، كاينة واحد الحملة تفهموا عليها بعد الاوباش كيقولوا بان راه كاين طرد المهاجرين في اسبانيا، بان كاين اقتراح غيطردوا جميع المهاجرين. واش نظركم هادشي حقيقه؟ وخليكم معايا وبارطاجيو لي هاد اللايف وسمعوني مزيان خوتي وحبابي، بارطاجيو هاد اللايف وتكيو في بانطاي، الله يجازيكم بالخير. العزيز علي الطنجاوي بارطاجي في اللايف يتكي في البانطاي، واش بصح كاين طرد المهاجرين؟ واش بصح غيطردوا جميع الاخوان اللي ما عندهمش الاوراق؟ واش بصح غيولي واحد كونترول شديد على جميع المهاجرين هنا في اسبانيا؟ بارطاجي لي هذا اللايف، هذا الاخوان ديالي بارطاجيو لينا هذا اللايف، كاين واحد البرد الصباح هذا، البرد خطير، بارطاجيو لينا اللايف وسمعوني مزيان وغادي نعطيكم الحقيقه في دقيقه خوتي. مالي غنعطيكم داكشي بالخشيباس، داكشي بالخفه، ما كاينش لا تعطر. مالي بارطاجيو لينا غير اللايف، الله يجازيكم، يوصل هنا واحد 5000 ولا 4000 قلب باش ما يطيحش اللايف، يعني باش الصوت يكون كيتسمع مزيان. واللي ما مشتركش يشارك. شوف خوتي انا غادي للعمل، انا عندي تقريبا 50 ولا 60 واحد اللي عندي دابا في بريفادور كيصيفط لي اخويا الطنجاوي، حنا شفنا بان واجد بصح تقترح المقترح ديال طرد جميع المهاجرين من اسبانيا. حنا عارفين بان مره كيخرجوا بعض الاحزاب كيخرجوا من الجن، القضيه حنا عارفينها، كاين بعض الاحزاب كيخرجوا من الجن ديال المهاجرين، ولكن لا خليكم معايا، هذا مجرد كلام ديال بنادم كيدور. ولا جيتي تشوف بان هذا الشيء قديم، هادشي اللي كيهضروا عليه دابا ماشي ديال دابا، قديم، هادشي راه قديم. وحنا عارفين بان اسبانيا يعني بعض الاحزاب راه ضد المهاجرين، وباش تعرف بان الهضره خاويه قال لك خاصه بالسنغال والمغرب، لا ما كاين والو الاخوان، يعني انسان يمشي نعس عليه يدود اليمين، انسان يبعد من المشاكل، انسان يبعد من هذيك. انا شوف انا ما نجيش ونركب على موجه نقول لكم حقا كاين طرد المهاجرين، لا شوف انا ما كنتزرفش بحال هاد المواضيع، ما ديرش ما تخافش، غير هو حنا عارفين بان كاين بعض الاحزاب اللي كيكونوا دائما ضد المهاجرين وضد الاسلام يعني المسلمين، هذه خصكم تردوا لها البال اخوتي، الله يجازيكم بالخير، وما تبقاوش تزرفوا اخوتي، والله يسهل على اي واحد. بارطاجيو اللايف خوتي، بارطاجيو اللايف باش الاخوان كاملين يعرفوا بان ما كايناش شي حاجه سميتها طرد المهاجرين هنا في اسبانيا. في حاله من حالات اخويا ولا اختي كنتي كدير مشاكل وكدير شي حوايج يعني اللي خايبين، تقدر يعني تقدر ترجع للمغرب، هذه بلا ما هذه قانونيا هذه معروفه، والله يسهل على اي واحد، والله الله يسهل على اي واحد، وردوا البال ديالكم هذه القضيه الاخوان ديالي. شكرا خويا العزيز تي بي، تحياتي لرمانو ديالي، شكرا للبارطاج اخويا، تحياتي لك رمانو. كما قلت لكم الاخوان، الاخ ديالنا تي بي علي، بوي سبير مومينتو بور فافور، كما شفتوني اخوتي غادي للخدمه، انا كنمشي بكري مع 6 الصباح غير اليوم، يعني كان عندي الطبيب ديال الشركه عاد جاوا ورايا. المهم يعني الطبيب الشركه الناس اللي خدمونا عارفين بان يعني انا بدات شركه اخرى، خصك ضروري باش تدخل خصك تكون عندك يعني كتجوز الطبيب يعني على حسب الشركه. شكرا اخويا العزيز، شكرا الاخ ديالنا. الاخوه ما تنساوش تابوناو مع الاخ ديالنا رحموني ني تي بي، تحياتي لك المانوا، كنتابعك اخويا، كنشوف فيديو ديالك كيعجبوني. اللي ما مشتركش يشارك مع الاخوه، وما تنساوش لو بغيتي نديرو شي لايف في العشيه مرحبا خويا، خلي لي في بريفادور نديرو شي لايف زوين، وانا كيعجبني الانسان اللي كيكون كيشاهد يعني كيجيب شي مواضيع زوينه. كما كتعرفوا الاخوان، هذا الطرد اللي كيهضروا عليه الاخوان صراحه راه غلط، راه ما كاينش الطرد. انا كنعرف بان ما تقولش الطرد حتى تطبق شي حاجه واقعيه، ما كاينش شي حاجه واقعيه. انا اللي عارف في القانون الاسباني بان غير قانوني اي مهاجر يكون مقيم داخل اسبانيا غير قانوني، ولكن حنا عارفين بان واخا كاين هادشي هذا قديم، راه ما يادي حتى شي واحد، وما ديرش وما تخافش، وما غيتعرض لك حتى شي بوليسي، وما يادي حتى شي بوليسي سوا ولا كنت انت ولا انت كتمشي لبلايص اللي اصلا كتقلب عليهم باش يجيو لعندك. كلامي واضح؟ نو كلامي واضح، الله يسهل على اي واحد. احبكم في الله يا اخواني. في العشيه ان شاء الله غنديروا شي لايف، يعني كنحاول نديركم اللايف بالليل، ما كنقدرش اخوتي، كندير اللي في الجهد ديالي، ولكن الله غالب يعني كنعياو، الله غالب الاخوان. احبكم في الله، تهلاو ليا في راسكم. انا نعاود ناكد لكم بان ما كاينش طرد المهاجرين. بارطاجيو لي اخر فيديو اللي درتو باش الاخوان يعرفوا، الله يجازيكم. اخر لايف اللي درتو الاخوان، اخر لايف اللي درتو بارطاجيوه ليا باش يعرفوا الاخوان بان ما كاينش طرد المهاجرين، يعني ما كاينش شي حاجه سميتها مقترح طرد المهاجرين من اسبانيا.
هذا غير الهضره ديال بعض الاحزاب اللي كيبلبلوا ما كيجبروا ما يديروا كيبقاو يطلقوا بحال هذه الاشاعات. الله يجازيكم بالخير. اللي عزيز علي الطنجاوي مشيو لاخر فيديو بارطاجيوه باش الناس يعرفوا بان ما كاينش الطرد. انا عارف بان بزاف ديال الناس والله العظيم اللي كيصيفطوا لي فيبي خويا الطنجاوي انا باقي لي شهرين نكمل عامين وخدام واحد الخدمه والناس كيقولوا لنا كاين طرد ويعني خصني نوقف هذه الخدمه ما بقاش نخرج بزاف نضيع الخدمه ديالي غير باش ندفع الاوراق ما يعطيونيش سبورسيون نبقى عاوتاني كنجري على المحامين والسمساره باش ياكلوا لي الفلوس ديالي وما يديروا لي والو. هنا في هذه المرحله كنقول لك خويا ولا اختي سير قلب على راسك وما تبقاش تسمع الهضره ديال بنادم. حاليا ما كاين حتى حاجه وما كاين حتى شي طرد لا والو. تحياتي لكم وحبكم في الله الاخوان. مشوا لاخر فيديو غتفهموا كلشي. تحياتي.